بقى الرحلة اللي هي رحلة بحث بالمطبخ، وهذا كان الدافع الأولي. يعني النساء اللي تعلمنا منهن كمان، يعني ما حدا بيستعمل المعالق ولا الميزان، يعني بيعملوا على الإيد وعلى العين. والوصفة الواحد أنا بتعامل معها على القليل كدليل، يعني كخريطة. هاي الفكرة أجت بالأساس من ملاحظة ومن مراجعة ومن عملية اللي فيها اكتشفنا وانتبهنا إنه في أكثر من مطبخ فلسطيني، وفيش مطبخ فلسطيني واحد، وبيتم طرح المطبخ الفلسطيني بشكل إنه هذا مطبخ واحد وموحد، وهذا غير صحيح. هناك مطابخ فلسطينية كل مطبخ فيها مختلف عن الثاني، وهذا يعني انتبهنا له بالأساس خلال حياتي برام الله، خلال بحثي عن الأكل في رام الله، خلال بحثي عن الطعمات اللي بعرفها من طفولتي برام الله وما لقيتها. وخلال هاي المسيرة، مسيرة البحث عن طعمات الذكريات في طفولتنا، اكتشفنا انه واضح انه في نوع من انواع الظلم للمطبخ الفلسطيني كمطبخ غير متكامل، فيه اجزاء عم تنقص من هذا المطبخ. وشفنا انه في ضرورة لانه احنا نبلش نرسم خارطة للمطبخ الفلسطيني اللي تكون عادلة ومتساوية لأكثر من محل. بشكل عام أنا بطبخ صار لي تقريباً 12 سنة. زي ما أنا المطابخ الغربية هي الأكثر المتخصص فيها، بس يعني أنا قبل تقريباً سنتين ثلاثة تعرفت على أمه لرازي، ومن صداقتنا أنا ورازي صرنا نروح نشوف كيف بطبخ ونتعلم منها. وأنا حسيت هذا مطبخ اللي أنا كتير بحبه، بحب طعماته، بس ما بعرف أطبخه بشكل مهني. يعني قررت انه انا ورازي نفوت بهذا المشروع، يعني نبدا عن جد نبحث بشكل جدي باصول المطبخ هذا، ونحاول وكانه نترجمه كمان للناس، انه نبني نعمل نوع من انواع المسح لايش هو، يعني ايش معنى، ايش يعني مطبخ فلسطيني. يعني خلينا نقول عن الشكل انه يعني بالاخر في احنا كفلسطينيين احنا عايشين في حاله حرب، في حاله حرب على كل ابعادنا الثقافيه وكل ابعادنا السياسيه وكل ابعادنا الاجتماعيه اللي موجوده. اي شيء بسقط منا في غيرنا بده ياخده وينسبه له ويسرقه. وباللحظه اللي احنا عم نصفي نحكي عن مطبخ فلسطيني اللي هو مطبخ غير متكامل، الاجزاء الغير متكامله والناقصه من هاي المطبخ هي اجزاء اللي رح بالاخر نشوف مين يسرقها. واليوم احنا عم نشاهد كتير كتير طبخين من فلسطينية الداخل الـ 48 عم بيطرحوا المطبخ اللي موجود بالجليل كأنه مطبخ عربي إسرائيلي، كجزء من التعددية وكجزء من التنوع الثقافي اللي موجود في إسرائيل. هذا من جهة. من جهة تانية يتم طرح هذا المطبخ في العالم بشكل كتير منقوص. كل كاتب موجود اليوم وعم بيعيش بالشتات اليوم عم بيجي بيطرح مطبخ أمه كأنه هو هذا المطبخ هو إيت أز فلسطينيان. وأنا بفكر إنه الإشي مركب أكتر من هيك، الإشي موضوعي أكتر من هيك، في أمور موضوعية يجب الفحص فيها واتساعها في المطبخ الفلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية، فلسطين واحدة بالآخر. يعني أنا بفكر إنه أكتر إشي هو، يعني هو إشي اللي أنا حسيته لما عم بلشنا نحكي مع نساء من الجليل، هو إنه قديش إحنا في عنا معرفة اللي هي مش accessible، مش نقدرش نوصلها عن طريق الإنترنت أو عن طريق المكاتب. في كم هائل من المعرفة اللي إحنا مش مقدرينه، فأنا بفكر إنه الواحد شوي يرجع الثقة لحاله من ناحية إنه إحنا عنا مطبخ اللي هو مش بسيط بالمرة، ومطبخ اللي هو بينافس مطابخ فرنسا وإيطاليا. يعني بدر هي مثال المرأة المعدلة كما يسمى في الجليل. هاي المرأة اللي هي بتكون وبتشارك في هاي الفعالية اللي معروفة كتير بالجليل مع كل عرس، اللي هي فعالية جبل الكبة. بدر اليوم بطلت تشتغل بإيدها، بس هي من النساء المشرفات على الكبة.
في مجد الكروم بلدها، بلد الجليل تحديدا بالشغور، وعم نحاول بهذا المشروع انه احنا مش بس نجيب قصة الطبخة ولا بس نجيب قصة كيف بكلوها، انما كمان نجيب قصة النساء اللي بنتعامل معهم خلال هاي الطبخة، ومش النساء بس في علاقتهم بالمطبخ، كيف يتم طرحهم، النساء كشخصيات ككاركترز اللي هي عندها قصصها اللي مش مربوطة بالمطبخ. بدر انا يعني تعرفت عليها عن طريق صديقه اللي هي قرابتها، سالتها مين عندكم بالبلد بيعمل كبه، حكت لي دغري بدر بتعمل كبه بالعراس، هي حدا اللي راح يعلمكم يعني. وبدر هي طباخه، انا زي ما طلعت عليها هي عن جد طباخه، هي حدا اللي هاي مهنته هيك، مطبخها مبني زي المطابخ اللي انا بشتغل فيها تقريبا يعني، بس ببيت. كانت تجربة ممتازة يعني عن جد، انها كانت بتحب تعلم وعندها نفس بالاكل.